هذه النشرة برعاية إسي مابلر. بعد جدل كبير، البرلمان يناقش تصدير الأسلحة إلى الخارج. لوفين يتعهد بتأمين 14,000 وظيفة في القطاع الصحي. أهلا بكم إلى نشرة الكومبس. من المقرر أن يناقش البرلمان السويدي الأربعاء القادم قضية تصدير الأسلحة، وذلك بعد تصاعد الجدل مؤخرا حول قيام السويد بتصدير السلاح إلى دول توصف بأنها ديكتاتورية. وكانت مفتشية المنتجات الاستراتيجية أعلنت أنه ليس لديها أي دولة على القائمة السوداء فيما يخص صادرات الأسلحة، ما أثار الانتقادات مجددا لسياسة الحكومة. يتضمن مشروع القانون الجديد التزام البلد المستورد للسلاح السويدي بمعايير الديمقراطية والتزام حقوق الإنسان. هذا وكانت الصحافة السويدية أثارت نقاشا كبيرا قبل أيام بعد إعطاء وكالة الرقابة على صادرات الأسلحة الضوء الأخضر لبيع المعدات العسكرية إلى الفلبين، التي تصنفها منظمة العفو الدولية ضمن البلدان الديكتاتورية. الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعد بزيادة عدد الموظفين العاملين في قطاع الرعاية الصحية بنحو 14,000 موظف حتى العام 2022، وفقا لما كتبه رئيس الحزب ستيفان لوفين في مقال للرأي نشره في صحيفة داغنز نيهتر. ويرى لوفين أنه ينبغي تعزيز الرعاية الصحية في السويد من خلال تقصير فترات الانتظار وتوفير الرعاية المتكافئة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك تحسين ظروف العمل في هذا المجال. وبحسب لوفين فإن النقص في عدد الموظفين هو ما يخلق هذه المشاكل. نبقى في مجال التوظيف، حيث قال وزير العدل والداخلية السويدي مورغان يوهانسون لصحيفة داغنز نيهتر إن الموظفين المدنيين يمكن أن يسدوا النقص الموجود في سلك الشرطة. هذا وانخفض عدد رجال الشرطة خلال السنوات الست الماضية بنسبة 11%، فيما بلغت الزيادة السكانية خلال الفترة نفسها حوالي 17%. وتريد الحكومة أن تقوم مؤسسة الشرطة بتوظيف نحو 10,000 موظف جديد بحلول العام 2024. تراجع شعبية حزب المحافظين من 25% في شهر كانون الثاني يناير الماضي إلى 21% في شهر شباط فبراير الجاري حسب استطلاع للرأي صادر عن معهد إبسوس. ولم يتمكن حزب البيئة والديمقراطية المسيحي من الحصول على الشعبية التي تمكنهما من الوصول إلى البرلمان والبالغة 4% في أقل تقدير، حيث حصل على ثقة بلغت نسبتها 3% فقط، فيما حصل حزب الليبراليين على نسبة 5%. أكثر من 100 سويدي يلجؤون إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في قرارات الرفض والتي حصلوا عليها من صندوق التأمينات الاجتماعية بخصوص نقدية المرض. وفقا لما ذكره أصحاب تلك الدعوة، فإن صندوق التأمينات الاجتماعية يعارض ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية عندما لا يقوم بتوضيح أسباب الرفض بالطريقة التي يمكن فيها استئناف القرار لدى المحكمة. الطقس سيكون باردا جدا خلال الأيام المقبلة، وذلك بتأثير الرياح الشرقية والعواصف حسب تقديرات مركز الأرصاد الجوية. وتسود المناطق الجنوبية من البلاد في الوقت الحاضر أجواء باردة بشكل غير معتاد في مثل هذا الشهر، ولم تسجل أي محطة قياس لدرجات الحرارة 24 التابعة للمركز والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد أي ارتفاع في درجة الحرارة يزيد عن الصفر المئوي منذ الساعة 7 من مساء يوم السبت الماضي. هذا وسيبلغ البرد ذروته في يوتلاند يوم غد الثلاثاء، حيث تصل درجات الحرارة
أو تبقى درجات الحرارة منخفضة إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر المئوي، وذلك خلال النهار. والآن إلى درجة الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد. إلى هنا وتنتهي نشرة الكومبس، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية إس سي مابلر.